نلعب كل 3 4 ايام ماتش. مش بس كده، احنا رحنا طنطا ورجعنا من طنطا رحنا اسوان، وجينا من اسوان لعبنا الزمالك. اكيد ان الامر دوت في ضغط رهيب على اي لعيبه، حتى لعيبه الزمالك يعني عندها شويه التعب، بس احنا يمكن كان اكتر شويه عشان يمكن السفر اللي احنا اشتغلنا فيه السفرتين اللي فاتت دي. لكن اكيد الحمد لله ماتش يعني طلعنا بيه بنتيجه برضه ايجابيه. كنا بنامل صراحه ان احنا نكسب، وكان كل شغلي وكل كلامي مع لعيبتي على هذا الكلام يعني. لكن الاولاد ادوا بشكل كويس اوي في اول تايم، تاني تايم تراجعنا شويه للاسباب اللي انا بتكلم فيها دي. ملدودو يعني؟ لا بالعكس، النهارده باسم ملدودو هايل جدا. هو ممكن يعني ما جابش جون، لكن اكيد الولد يعني بذل اقصى جهد عنده، اتعامل مع المواقف كلها اللي هي جات له بشكل هايل جدا. اخر تاني تايم ما شاء الله بيأدي اداء اكثر من رائع، عمل لنا محطه هايله جدا جدا، وكنا احنا في اشد الحاجه ليها. ودي طبعا راجع لخبرات باسم وللكلام اللي احنا كنا بنتكلمه معاه. اكيد النهارده مأدي اداء يعني انا شايف انه اداء كويس قوي يعني. لعبتي لو اتعاملوا بالكلام اللي انا كنت بقوله وبالتوجيه اللي انا كنت بكلمه لهم، نركز بس في هجمه واحده. لو ركزنا في هجمه واحده كنا جبنا جون. حتى الكره اللي هي اتعمل بيها باسم وطلع بيها بره شويه، لو هدي شويه لو قل الخطوه شويه كان دخل الكوره بالجون. لكن اكيد يعني برضه لما تطلع مع نادي الزمالك متعادل اكيد برضه نتيجه ايجابيه. لكن اكيد انا كنت بامل صراحه يعني ان احنا نطلع النهارده كسبانين، لكن الحمد لله برضه نتيجه ايجابيه بشكل كويس، وده امر اكيد ان هو يعني ايجابي يعني. اتفضل. اكيد اتكلمت برضه في ان نادي الزمالك يمكن بيمر بظروف صعبه جدا جدا، والظروف ديت احنا لازم نستغلها، ويمكن دي كانت باينه في اول تايم بشكل كبير جدا، خصوصا لما كانت لعيبتي واقفه على رجليها بشكل كويس. يمكن زي ما بقول لما حل التعب وبقى في خوف برضه على النتيجه تراجعنا شويه، والتراجع دوت اكيد ان هو برضه ايه قلل من فرصنا. لكن انا كنت بقى يعني بتكلم مع لعيبتي وهم نازلين ان احنا بس نركز في كوره واحده في هجمه نعملها ننقلها بشكل كويس، اكيد ممكن نطلع كسبانين بيها. اتعملت بشكل معقول قوي، لكن للاسف برضه ما قدرناش نحسم بيها المباراه. خلي بالك برضه احنا يعني مشكلتنا ان احنا كتيم يعني احنا تعبانين جدا، لان بنلعب زي فرق الدوري كلها، بس احنا النهارده بنلعب الزمالك. فاكيد لما تبذل المجهود ده في اول تايم ويبقى عندك الفرص اللي انت يعني برضو اهدرتها في اول تايم، اكيد دي بتاثر عليك تاثير سلبي. يعني انت لو جبت جون اكيد كان معنوياتك ارتفعت وكنت دخلت في الماتش بشكل افضل كده من كده بكتير. لكن طول ما الوقت يعني بيقرب ان هو يبقى في انتهاء للمباراه، اكيد ان دي برضو فيها رد فعل خوف من لعيبتي، ودي اللي خلت التراجع بالشكل دوت. اكيد ان انا زي ما بقول لك اني كنت بتمنى ان انا استغل اللي انت بتقول عليه ده. بس على فكره الزمالك النهارده ضيع اجوان، بس ما ضيعش اجوان زي ماتش سموحه. يعني انا اظن يعني ان الفرص ممكن تبقى متساويه، او احنا كمان فرصنا تبقى اكثر شويه. انا اظن كده يعني. في ضربه جزاء؟ مش ما اعرفش. لا ما اعرفش. اظن لو هي في ضربه جزاء صراحه الحكم ما كانش مقصر ما شاء الله يعني، ما سابش حاجه. فانا اظن ان هي لو ضربه جزاء مش ممكن يفوتها. الله يبارك فيك، شكرا، شاكر جدا.